السلام عليكم متابعي قناة كلية العلوم. موضوعنا لهذا اليوم أسئلة وأجوبة علمية لم تكن تعرفها من قبل. السؤال الأول: ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ لكي نعرف الفرق بين الكتلة والوزن يجب علينا أن نعرف ما هي الكتلة وما هو الوزن. فالكتلة هي عبارة عن وحدة فيزيائية تعبر عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ولا يختلف مقدارها من مكان إلى آخر. بمعنى آخر، فإذا كانت كتلة الإنسان على سطح الأرض 70 كيلوغرام، فإن كتلته على سطح القمر تبقى 70 كيلوغرام. أما الوزن فهو عبارة عن كمية فيزيائية تعبر عن مقدار قوة جذب الأرض للأجسام، ويكون اتجاه هذه القوة نحو مركز الأرض. فخلافاً على الكتلة، فالوزن يتغير إذا تغير المكان، فمثلاً وزن الإنسان على سطح الأرض يكون أكبر من سطح القمر، أما في الفضاء الخارجي فينعدم الوزن. السؤال الثاني: كيف يتم قياس سرعة الضوء؟ يعتبر لويس فيزيائي أول من قام بتجربة عملية لقياس سرعة الضوء، وللقيام بهذا الحساب استعمل آلة خاصة تعتمد في مبدئها الأساسي على المدة الزمنية التي يستغرقها الضوء لعبور مسافة معينة. وهذه الصورة توضح أكثر الطريقة المستعملة لكيفية عمل هذه الآلة. السؤال الثالث: ما هي السنة الضوئية؟ فالسنة الضوئية يمكن تعريفها على أنها تلك المسافة التي يقوم الضوء بقطعها خلال السنة الواحدة، حيث تقدر المسافة التي يقطعها الضوء في السنة الواحدة ب 9.46 تريليون كيلومتر. السؤال الرابع: ما هي الخصائص التي تميز الصوت؟ قبل أن نعرف خصائص ومميزات الصوت يجب علينا أن نعرف ما هو الصوت. فالصوت عبارة عن أمواج غير مرئية تؤثر على طبلة أذن الإنسان والكائنات الحية الأخرى، مما يجعل الدماغ يحلل هذه التأثيرات ويحولها إلى معلومات انطلاقا من المعلومات المخزنة عليه. أما عن خصائص الصوت، فالصوت يميز عن باقي الأشياء الأخرى بثلاثة أمور. الأمر الأول: درجة الصوت، وهي المسافة التي يصل إليها معدل ارتفاع الموجات الصوتية، والتي تعتمد على المصدر الذي قام بتوليد الصوت، وقد يكون الصوت خافتاً أو مرتفعاً جداً. الأمر الثاني: كثافة الصوت، وهي ازدياد مقدار الطاقة التي تعمل على نقل الصوت، وهي عملية تنتج من خلال زيادة تكثيف جزيئات الصوت، ويقوم كبر الصوت والذي يعرف باسم ميكروفون بتكثيف الصوت من أجل جعل تردده يزداد بشكل أكبر. الأمر الثالث: جودة الصوت، وهي المقياس الذي يحدد مدى قدرة الصوت على الوصول بوضوح إلى الأشخاص، فكلما كان الصوت واضحا ونقيا كلما وصف بأنه جيد. السؤال الخامس: ما هو الليزر؟ ويعرف الليزر بأنه عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي يرسل كميات متعادلة من الضوء من حيث التردد والطور الموجي، تندمج مع بعضها البعض لتصبح على هيئة نبضة ضوئية تتسم بالطاقة العالية وذات تماسك شديد.